فالشرح نتاع الانسبكسيون يعني تفتيش الاعضاء نتاع الذبيحه. دونك يعني هنا اليوم عندنا الكبد نتاع العجل مع الرئه مع القلب، هذو نبداو بهم هما الاول، نفتشوهم نفتحوا الكبد نشوفوا اسكو عنده حوايج لداخل ولا ما كانش. خاصه احنا في بالنسبه ليوم العيد نهضروا سورتو على الكيس المائي اللي هو راهو يعني منتشر بزاف وممكن يعني ينتقل من الحيوان للانسان. الكيس المائي دونك نلقاوه في الكبد، نلقاوه في الرئه. دونك حنا اليوم كما اليوم رانا مع الكبد والرئه نتاع العجل. دونك الكبش ما عندناش اليوم، ما ذبحوش الكبش. دونك نديروا الكبد نشوفوا الحاله الصحيه نتاعو، نشوفوها كيف راهي. دونك لا كولور تاعها اللون راهو مارون، دونك مارون هذا هو لا كولور نورمال تاع الكبد. تسمى اول حاجه يتبدا اللون. اللون نعم، اللون واللون اللي يكون فوالا باش تعرفها بلي فاز. نعم. كيفاش يكون اللون؟ هذا اللون اللي راهو نورمال. نعم. هذا راهو صحيح. دونك ما فيش اللون الاخر اللي نلقاوه ما نلقاوش هكذا مارون، نلقاو مثلا ان بو بلو بيج، يعني يجبد شويه، يجي شويه كيما نقولوا يجبد لا كولور تاع الصفوره شويه. دونك تلقاه يابس. دونك لا كونسيستونس، شوفوا لا كونسيستونس نتاعو كيف راهي طريه. دونك مانيبيلاب. دونك في لوكا تاع دوطر مالادي نلقاو اوتر شوز، يعني نلقاوه يابس اكثر من هكذا، نلقاوه دونك الكيس نلقاوه خارج لهنا للاخر. دونك نشوفوا هادو لي كانو، هادو اللي يمشي فيهم الدم. هادو دونك هادو عندنا طفيلي ثاني يكون في 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 الفوا ونسميوه دونك لا فاسيولوز. هاد لا دوف نلقاوها لهنايا. دونك هادي تفسد ثاني لو فوا، لا كاليتي تاع لو فوا، لا كونتيتي، ميم لا كونتيتي تاع لو فوا، يعني نقدروا كيما نقول نقدروا نسيزيوه على جال كي تعود فيه لا دوف بزاف. دونك يعود ماشي بزاف، نديروا نقيوه فقط باسكو احنا نشوفوا من ناحيه الناحيه الصحيه، ونشوفوا ثاني من ناحيه الاقتصاديه دو تال سورت البوشي ما يخسرش بزاف في 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 الكبد نتاعو، باسكو الكبد غالي. دونك بالنسبه للي بومون يعني الرئتين نفس الشيء. دونك نشوفوا لا كونسيستونس، لا كولور، هاي لا كولور روز. دونك هذه سي اون كولور نورمال نتاع البومون. دونك هذه سي احنا نمشيو من المبدا نتاع كل شيء اللي خارج على نورمال انورمال. دونك هذا اللي نورمال ها سي لا كولور روز. دونك ودي فوا نجبروا فيهم دي كيست لداخل، لازم نحكموهم. شوف ها كيف نديروا لو بومون، يعني نضبطوا عليه مليح نشوفوا، باسكو كي يعود فيه الكيس لداخل نحسوا به. هذه بالنسبه لو بومون. لو بومون واش نجبروا فيه؟ نجبروا فيه لي كيست، يعني من الامراض اللي ينتقلوا من الحيوان للانسان. نلقاو فيه الكيست، الكيس المائي، نلقاو فيه السل، لا تيبركيلوز، ثاني تنتقل من الحيوان للانسان.